بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في قناة يومية لبنى. موضوعنا اليوم هو زهرة القرنبيط الأخضر، وهو من الخضروات ذات القيمة الغذائية العالية للإنسان، ويلقب عند أخصائي التغذية بأعجوبة الأغذية. تفضلوا معي نشوفوا مع بعض مقادير وطريقة تحضير غراتان القرنبيط الأخضر، غراتان بروكولي. نحتاج إلى quelques bouquets de brocoli كما راكم تشوفوهم هنا، راني نقيتهم غسلتهم، وهادوما لي بتي بوكي هادوما لي بقاو لي راح ندير بهم حساء. وهذيك لا تيج اللي تجي في الوسط هذيك نقيتها كامل، خليت هذيك لا بارتي الطريه اللي تجي لداخل باش نديرها في الحساء، هذايا نخليه على جانب. نحتاج الى زيت زيتون، نحتاج الى القليل من القشده السائله لا كريم فريش ليكيد، نحتاج الى القليل من لحم المفروم، نحتاج كذلك حبه بصله مقطعه صغيره، انا استعملت البصله الخضراء هاني كثرت شويه منها. نحتاج الى جبن مبشور، نحتاج الى لي زيرب دو بروفونس هما الاعشاب البريه، نحتاج الى الفلفل الاسود، حبه بيض، سنتين من الثوم مفرومه، ونحتاج الملح. الان نبداو في طريقه التحضير. بعد ما سخنت المقله تاعي ندير لها شويه زيت زيتون المعالج ليكسترا فييرج. الان نقلي البصل ديالي، راني كثرت شويه البصل باسكو نحبو، نقليو البصل ديالنا. بعد ما تقلى البصل نضيف له الثوم ديالنا، الان نضيف له اللحم المفروم، نخلطو مع بعض. باش تدخلو البنة تاع البصل الان نضيفلو شوية ملح، نضيفلو التوابل تاعنا لي هي زيرب دو بروفونس، نضيفلو شويه فلفل اسود، ونخلط حتى يطيب اللحم المفروم تاعنا، لازم يطيب لنا باش ندخلو في الفرن. هنا حطيت الماء يغلي، دوك نملحو، كي يغلي نملحو ونحط القرنبيط الاخضر تاعي باش يطيب. بعد ما غلى الماء ديالي نملحو ونحط فيه القرنبيط الاخضر ديالي، مده باش الطهي ديالو من 8 الى 10 دقائق با بلوس. دوكا نشعلو عليه خليه يطيب بغردو. بعد ما طاب القرنبيط تاعي خديت هاد المول دهنتو، راني ستفتو لداخل. الان ناخد اللحم المفروم تاعنا لي طاب نديروه من الفوق،
ندفقوه، بصح نخليو القرنبيط تاعنا لازم يبان. الان نخلط الحبابيط تاعنا، نضيفولها الكريمه السائله، نزيد لها شويه، الان نضيف لها شويه الفرماج. هذا الفرماج نقسمه على اثنين، نضيف شويه داخل واللي يبقى نديرو من الفوق بوغ غراتيني. نخلط شويه، الان نبدا ندفقو على الغراتان ديالي. الفرماج من الفوق باش يجيني مليح اون بيل كولور. فوالا، دوك نحطو في الفرن، نشعلو من التحت حتى كيجمد لي مليح يطيب لي، ومن بعد نشعلو من الفوق بوغ لا دورور. سنلتقي فيما بعد. الان الطبق تاعنا راهو واجد، دوك نوريلكم كيفاش خرج. نقسم لكم شويه، هاو تشوفوا الشكل تاعو. البروكولي راهو يبان، البروكولي راهو يبان، اللحم المفروم والفرماج تاعنا اللي درناه من الفوق. ان شاء الله يا ربي يكون عجبكم الطبق، وما تنساوش تضغطوا على الزر جيم وشاركوا في القناة حتى يصلكم الجديد. والى لقاء متجدد ان شاء الله مع قناة يومية لبنى، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، والحمد لله رب العالمين.